السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتناول ما قالته الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بخصوص المشروبات المناسبة للأطفال، حيث قالت الرابطة الألمانية بأن الطفل حتى عمر 6 شهور لا يحتاج سوى حليب الأم والأغذية المخصصة للرضع، وبعد عمر 6 أشهر يمكن أن يشرب الطفل الماء، وبدءا من عمر العامين يمكن للطفل أن يشرب الحليب قليل الدسم، كما يمكن اللجوء إلى بدائل الحليب النباتية تحت إشراف الطبيب إذا كان الطفل يعاني من حساسية الحليب البقري أو يعاني من عدم تحمل اللاكتوز. وإذا رغبت في هذا العمر بتقديم العصير للطفل، فيجب أن يتألف العصير من الفواكه بنسبة 100% ودون إضافة أي سكر، مع مراعاة تخفيفه بالماء بشدة. وهذا التقرير ورد حديثا كما قلنا من الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بخصوص المشروبات المناسبة للأطفال حتى سن العامين. اضغط سبسكرايب لتشاهد المزيد.